هلا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد بعد انقطاع تقريبا يوم او يومين، بس كنت مشغول بشغله وان شاء الله حليتها يعني وخلصت. فحاليا راجع لكم كل يوم تقريبا فيديو او فيديوهين على حسب العروض والاشياء اللي بتنزل في ببجي موبايل مثل ما شفتوا. يعني شكرا لكم على تفاعلكم، على لايكاتكم. كل فيديو بتصلوا لي فوق العشرين، في فيديوهات فوق المية، مشاهداتي فوق الميتين. فالصراحة بحب أشكركم من داخل قلبي على التفاعل هذا، يا رب نضل هيك. بس قبل ما بلش هذا الفيديو، خلينا نوصل هذا الفيديو برضو 20. وطبعا رابط جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت بالوصف للي حاب بتابعنا عليهم. وطبعا المدارس يعني راجعة، فراح أخف التفاعل شوي، بس بدي منكم تفاعلكم. يعني ان شاء الله راح احاول ان كل يوم انزل لكم فيديو مثل ما قلت لكم سابقا. واليوم يا شباب الفيديو تاعنا انتشر فيديو كتير كتير كتير، اخبار كتيرة بتحكي انه في شخصية جديدة راح تنزل. طبعا هلا الفيديو امامكم على الشاشة، اللي هي الشخصية كيف في شكلها. طبعا للعلم يا شباب انه هاي الشخصية ناس كتير بتحكي نازلة شخصية ناجدة شخصية، وايش كمان واسمها كأنه اليسا او ليسا. فيا شباب يا شباب، هو الفيديو حاليا يعني امامكم انتو شايفينه كيف. هاي مش شخصية جديدة راح تنزل. طبعا هي كان فعليا احلى من شخصية السيزون الرابع، ناس كتير بتحكي هيك، وهي بتلائم الشباب وبتلائم البنات والكل راح يعجبهم هاي الشخصية. بس مثل ما هلا بدي احكي لكم، هي عبارة عن فيديو استرجاع رونغل القديمة. كيف يعني؟ يعني مثلا انتو شفتوا كيف لما ركبت بالسيارة لما راحت، هذا يعني بقول لك هون انه كيف كانت إيرونغل القديمة، إنه خلص راحت فيش عودة. كيف إنه راحت الإيرونغل القديمة، راح جمالها، راح كل إشي فيها. فإنه هون هنا شو بيحكوا فيه؟ بيحكوا بيسترجعوا أحداث، بيسترجعوا ذكريات إيرونغل القديمة، لأنه هلا مثل ما بتعرفوا إيرونغل جديدة. فقط يعني مش مجرد شخصية إنها راح تنزل، فقط هو استرجاع ذكريات إيرونغل القديمة. بس يعني هذا هيك من خبر رسمي يعني من شركة ببجي موبايل، انه نحديت هلا ما في شخصيات جديده راح تنزل. ان شاء الله اذا بدها تنزل شخصيات وكل التسريبات اول باول، تسريبات السيزون 16 كلها ان شاء الله اول باول راح انزل لكم اياهم. في نهايه المقطع خلينا نوصل هذا الفيديو ل 20 لايك، واكتبوا لنا تحت تعليقات حلوه، قربنا نوصل 5000 ان شاء الله. على 5000 راح نعمل حلقه اسئله واجوبه. فبس هيدي كان عندي اليوم، ان شاء الله رب تكونوا استفدتوا بالفيديو. وهلا بحب احكي لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.